انا الشيخ يوسف عبد الدايم الداعيه الاسلامي، برحب بيك يا شيخ يوسف معانا. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك. الحقيقه احنا معانا مشكله النهارده لشاب اعجب يعني زميله ليه ايام الثانوي، استمر هذا الاعجاب لحد ما دخلت او دخلوا هما الاثنين الجامعه، خد خطوات عمليه، راح كلم اهله، اهله قالوا له انه يا ابني انت لسه يعني بتاخد مصروفك مننا. فالشاب راح لوالد البنت وطلب منه انه يتزوج بنته او يخطبها، عمره 20 سنه. الاب يعني قال له انت لسه صغير يعني هتصرف منين، لكن البنت اديته وعد ان انا هستناك وهنتظرك، وده ما تخنى. يعني الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرى للمتحابين مثل النكاح. عايزين نتكلم على معنى الحديث ده وايه اللي مقصود بيه، وهل ممكن نسقطه على الحاله اللي معانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. اولا الله سبحانه وتعالى جعل في الانسان فطره وغريزه، الا وهي غريزه الحب وغريزه البقاء والميل ناحيه الطرف الاخر، سواء كان ذكرا او انثى، كل يميل الى طرف اخر. فالانثى مخلوقه من ضلع اعوج، وهو يعني السيده حواء مخلوقه من ادم، فهما جزءان لا ينفصلان عن بعضهما البعض. والله سبحانه وتعالى جعل لهذه العلاقه إطار واضح وصريح لا يجوز بدون الزواج. وهذا الزواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أطر محدودة. الأطر المحدودة أنه إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة من كي يعف نفسه فلينظر إليها. فلما جاء رجل من الأنصار إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أنه أراد أن يتزوج فتاة من الفتيات الموجودة في المدينة، قال هلا نظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم. فالاسلام اباح الانسان ان ينظر الى المراه التي يريد ان يتزوجها بحثا عن الزواج. اما اذا كان الانسان لا في هذه المرحله لا يستطيع ان يتزوج ولا يستطيع ان يدخل الى بيت المخطوبه، فالاسلام يعني جعل عده ضوابط موجوده. اول هذه الضوابط النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. لم يكن له انظر الى هذه او سر مع هذه او تحدث مع هذه، وانما قال يعني دعا الى ما يقطع عمليه الشهوه والميل الى الاخر عن طريق الصوم وليس عن طريق الجوع، لان الصوم يربي الغرائز الانسانيه على مراقبه الله سبحانه وتعالى وعلى تقواه. طب شيخ يوسف، يعني حضرتك ذكرت حديث مهم جدا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب ايه هي الباءة اللي مقصود بيها في الحديث ده؟ هل المقصود بيها انه يبقى عنده 22 سنه، انه يبقى مخلص جامعه، انه يبقى مثلا بيشتغل مع فلوس كتير، ولا ممكن يخطب وهو مثلا لسه صغير في السن او معاه شيء بسيط يا دوبك مثلا يكفيه انه يجيب دبلتين لحد مثلا ما يتخرج وربنا يكرمه بشغل؟ دعينا نتحدث ان الباءة هي مؤنة الزواج، مؤنة الزواج، والمقصود بالزواج ليس يعني او مؤنة الزواج ليس المقصود بها المال او الشقة، وانما الزواج يعتريه الاحكام الشرعية الخمسة، فقد يكون الزواج في حق الانسان واجبا، وقد يكون الزواج في حق الانسان محرما، قد يكون الزواج مندوبا او مباحا او جائزا، يعتريه الاحكام الشرعية الخمسة الموجودة بالنسبة للانسان. فالانسان اذا استطاع كانت عنده المؤنة للزواج للمرأة بأن يستطيع أن يوفر لها مسكنا وأن ينفق عليها وعنده الطاقة البدنية للزواج، فإن الزواج في حقه واجب، يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع في الحرام، وحتى وهذا إذا كان في مقتبل العمر في سن الشباب أو ما بعد سن الثامنة عشر، اللي احنا بنسميها انتهاء مرحلة المراهقة، وأن هو بدأ يكون إنسان ناضج موجود يستطيع أن يتحمل مسؤولية دي. ففي هذا الوقت الزواج في حقه واجب إذا استطاع أن يأتي في هذا الأمر، والذي يحدد الأمر هذا هو أعراف المجتمع فيما يتناسب مع أو لا يتعارض مع أمور الشرع. يعني مثلا العرف أباح أنه يأتي لزوجته بشيء دبلة أو بنسميها غويشة أو محبس أو من الأشياء اللي المجتمع قال فيها ما لا حرج في هذا الأمر يأتي به، ولكن الخطبة المرأة تكون في حال الخطبة أجنبية بالنسبة للرجل. يعني ليست هي زوجته وليست هي يعني التي يبيح أن يتحدث معها أو يفعل معها. هذا ينقلنا إلى نقطة الجامعة. الإنسان داخل الجامعة اللي هو شايف بنت ومعجب بيها وبيتكلم معها، هو داخل بنية إيه؟ بنية إن هو يمشي معها ويتسلى وهم بقضوا أيام، فهذا حرام شرعا لا يجوز. داخل بنية إن هو يتعرف، إن هو يعرف من ديت ومعدنها إيه وهل هي تتناسب معاه أو لا تتناسب معاه، فالشرع أباح له أن يتحدث معها في
وسط مجتمع مفتوح ليست فيه خلوة. طب يعني هل يجوز من البنت تدي كلمات تحرك المشاعر؟ يعني من الجهة الشرعية، من الجهة الشرعية هل يجوز لما اشوف بنت اروح اقول لها ان انا معجب بيها وان انا عايزه اتقدم لها وان هي تدي له وعد ان انا منتظراك لحد ما نخلص الجامعه او لحد ما تستطيع ان انت تتقدم لي؟ الهدف هو الزواج، لا مانع شرعا، ما فيش مشكله في هذا الامر. انا ابيح اتحدث مع المراه، كان الصحابي ياتي للصحابيه ويتحدث معها ويطلب منها الزواج، وكان الزواج ينتظر فتره او يتم في وقتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من العهود الموجوده بعد ذلك، ولا حرج شرعا في هذا الامر. يذهب لبنت يتحدث معها ويقول اريد ان اخطبك، اريد ان اقيم معك علاقه شرعيه عن طريق الزواج، لا حرج شرعا في هذا الامر. اما ان هو يمشي معاها عشان يسلي نفسه، مرجع هذا الامر للنيه، ممكن يتحدث مع البنت اللي انا عاوز اخطبك وهو في الاول وفي الاخر ماشي معاها يومين بيسلي اموره، هذا شرعا لا يجوز. طيب الشاب اللي عنده مشاعر حقيقيه، فاذا وجد، ايوه اتفضل، لحظه، فإذا وجد ما يدعوه وما يرغبه في نكاحها، ذهب إلى أهلها مباشرة وأقام العلاقة في الإطار الصحيح. اتقدم لها. إذا لم يستطع أن يقيم العلاقة في الإطار الصحيح، إن هو يذهب ويخطبها أو يعقد أو يتزوج، فلينتظر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهو هنا لم يستطع الباء، لم يستطع أن يأتي إلى المؤنة الموجودة للزواج، سواء كانت مؤنة بدنية أو كانت مؤنة مالية. طيب الشاب زي حالة الشاب اللي معانا النهاردة، هو شايف في نفسه انه يعني ان شاء الله ربنا هيعينه انه هيقدر، وراح كلم اهله انه عايز يخطب. ابوه قال له انت لسه بتاخد مصروفك مننا، راح لابو البنت، ابو البنت قال له برضو انت لسه صغير. في الحالة دي، في حالة رفض اهل الخطيبة واهل البنت اللي هو ممكن يكون حاسس تجاهها بمشاعر ورفض اهله، يتصرف ازاي؟ يعني يعمل ايه وهو شايف في نفسه انه ممكن يبدأ ولو بداية بسيطة؟ هي البداية البسيطة الموجودة هو اللي بيحددها هو وهي وأطراف الأخرى الموجودة كالأب والأم لكل الطرفين. فالعلاقة ليست في يد الاثنين اللي هو الولد والبنت الذين يريدان الزواج، وإنما العلاقة مجموعة أفراد موجودة داخل هذا الإطار، هي اللي هتضبط العملية بعد ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يخطب وأن يتقدم ويتقدم لهذا الأمر ويدي دبلة، لا حرج شرعا في هذا الأمر. ولكن هذه الخطيبة في فترة الخطوبة لم تبح له أن يتحدث بما يثير الغرائز، فهي امرأة أجنبية عنه تماما. ولا أنصح بهذا الأمر. في الخطوبة إذا طالت فإن المشاعر دي تذبل وتذهب في فترات، يعني بعد عام أو عامين على الأكثر. وضيفك المتحدث في هذا الأمر إذا كان من أساتذة الاجتماع سيوضح هذا الأمر. احنا معنا أستاذ عماد، يعني المستشار التربوي، وهو يعني حضرتك أستاذ عماد. اهلا وسهلا، مرحبا يا شيخ يوسف، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. طيب شيخ يوسف، العلاقه ديت يعني حضرتك شايف حلها ازاي؟ تنصح الشاب ده في ايه بالنهايه؟ انصح هذا الشاب اذا كان في العاجل القريب ييسر الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يتقدم الى هذه البنت بعد وقت قريب، فلا مانع شرعا ان هو يعطيها وعد بالزواج. أما إذا كانت الفترة ستطول فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم ويترك هذه البنت. طيب يفضل يكلمها ويفضل بقى، أصل إحنا مقاطعين وعد قدام بعض، ولا حتى لو مش هنتكلم في أي كلام يثير الغرائز ولا والمشاعر، ولا المفروض ينقطع التواصل لحد بقى إنه ما يتقدم لها مرة تانية؟ يا أستاذة، العلاقة ما بين الناس وبعضهم البعض في المجتمعات علاقة قائمة على التواصل، ليس الهدف من الغريزه. كان مجتمع الصحابه، مجتمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء والرجال يتقابلون في مجتمعاتنا الموجوده، الرجال والنساء يتعاملون في الاطار الطبيعي للحياه الموجوده. اما اطار المشاعر فهذا ممنوع، اطار المشاعر ممنوع. طيب انا بشكرك، انا بحبك وانت بتحبين، واجيب لك دبدوب وانت تجيبي لي دبدوب، ونتقابل في عيد الحب ونعمل قلوب ونطلع مشن يضحك وتضحكي لي، لا، يعني امور بتثير الغرائز الموجوده، وهذا ممنوع شرعا. طيب انا بشكرك جدا في النهايه دكتور يوسف عبد الدايم الداعيه الاسلامي، شكرا جزيلا لحضرتك.